مساء الخير يا شباب، عليكم جميعا. قسم إدارة أعمال الفرقة الأولى والتانية والتالتة. الفيديو ده موجه لحضراتكم. إحنا طبعا عملنا أكونتات على مايكروسوفت أوفيس 365 أو أوفيس 365، الميل الأكاديمي الخاص بينا. حضراتكم هتدخلوا على موقع الأوفيس اللي إحنا عملناه، ندخل على الأكونت بتاعنا ساين إن، ده عشان نشوف إيه المطلوب معانا وهنتواصل إزاي الفترة الجاية وتسليم الأبحاث وكل التفاصيل اللي حضراتكم بتسألوا عليها. طيب احنا النهارده هنتكلم في الفيديو ده على ازاي بتدخل على الاكونت بتاعك وتفعل حاجه اسمها تيمز، عشان طبعا الناس ما فعلتهاش. طيب اول ما بدخل على الاكونت بيطلب مني الباسورد بتاعي، بدخله وبعمل ساين ان، وهيبدا يفتح معايا الاكونت الخاص بمايكروسوفت اوفيس 365. طيب هيفتح معايا، اول ما بيفتح بيجيب لي مجموعه من الابس او البرامج قدامي على طول، يعني بيجيب لي شاشه كده كانها عباره عن الديسك توب بتاعي، يعني عامله زي السطح المكتب كده، بيكون عليه كل حاجه الخاصه بالبرامج بتاعتي. ده كانه الديسك توب بتاع الاكونت بتاعي. هتلاقي اول حاجه عندك هنا الاوتلوك اللي هو الميل بتاعك، عشان لو حد بعت لك رساله لو فتحت الاوتلوك ده هتلاقي اي حد بعت لك اي مسج. ده الوان درايف التخزين السحابي، وده الوورد، وده الاكسل، وده الباوربوينت، وده الوان نوت اللي هو برنامج الملاحظات. انا لا يهمني دلوقتي حاجه اسمها تيمز. اول ما حضرتك تفتح الاكونت هيقول لك هنا فوق جود ايفنينج، ويجيب لك اليوزر نيم بتاعك اهو من هنا اهو. ولو دوست كده من فوق خالص هلاقي اوفيس 365، لو دوست على النقط دي هلاقي دي كلها الابس المتاحه ليا اللي هي قدامي هنا دي. كل اللي قدامي هنا ده هو بيجيبه لي في الشمال اهو. لو دوست على النقط دي مره كمان يخفيها، يبقى النقط دي بتظهر لي القايمه اللي فيها الابس بتاعه البرامج، ادوس عليها مره كمان تختفي. طيب احنا اتفقنا، هلاقي بقى ناحيه اليمين كده الاسم اليوزر نيم بتاعي، لو دوست عليه كده اللي هو البي تي هلاقي اقدر اعمل حاجه لايه، ماي اوفيس بروفايل، لو عايز ادخل الصوره بتاعتي او ادخل اي بيانات تخصني، ارقام تليفون او حاجه. لو دخلت على ماي اوفيس بروفايل اقدر اكمل الداتا بتاعتي، مش عايز خلاص تمام، مش فارق معايا كتير. انا اللي يهمني حاجه اسمها مايكروسوفت تيمز. اول ما حضراتكم تفتحوا الاكونت ندوس على كلمه تيمز. اول ما ادوس على تيمز كده هيبدا يحمل معايا كده ويفتح لي تابه جديده من فوق، شريط جديد اهو، وبيحمل معايا مايكروسوفت تيمز. تيمز ده عباره عن ايه يا شباب؟ دي عباره عن فرق. يعني ايه؟ يعني هنا حضراتكم لما هتدخلوا هتلاقوا جروب خاص بالفرقه بتاعتكم، يعني دفعه سنه اولى هتلاقي الجروب بتاع اولى، تانية هتلاقي الجروب بتاع تانية، التيم او الفريق بتاع سنه تانية، ثالثه هتلاقي التيم بتاع سنه ثالثه، وهكذا، بحيث ان انت على التيم بتاعك ده هتلاقينا بنبعت لك كل اللي مطلوب منك، وده اللي هنتواصل من خلال الفتره الجايه. فضروري يا شباب كل يوم نفتح تيمز ده مرتين ثلاثة في اليوم، مرة الصبح، مرة بالليل، مرة الظهر، عشان لو في أي مسجات أو أي تواصل هيكون من خلال التيمز معاكم بسهولة، ولو لكم أي مشاكل هتكتبوها. طيب إحنا خلال الفترة دي هيبقى في منسق لكل فرقة، يعني سنة أولى هيبقى مسؤول عنها دكتورة هبة في الغالب، سنة تانية هكون أنا المسؤول عنها، سنة تالتة هيكون مسؤولة عنها دكتورة مروة. فإحنا هنشوف الكلام ده مع بعض واحدة واحدة. فكل التواصل خلال الفترة الجاية رسميا من الأكاديمية هيكون على الإيميل الأكاديمي الخاص بحضراتكم، تمام؟ هو تيمز بياخد شوية في التحميل، يعني هو بياخد دقيقتين خمس دقايق كده لحد ما بيحمل، لأن هو ده أكبر حاجة. أهو فتح معايا تيمز، مايكروسوفت تيمز أهي. ناحية الشمال هتلاقي كاتب لك كده أكتيفيتي شات، أكتيفيتي الأنشطة يعني آخر حاجة عملتها، الشات مع الناس، تيمز الفرق بتاعتك، assignment الواجبات، الكالندر، ودي الفايل اللي بتترفع. ولو دوست تاني هلاقي حاجات تاني كتير، ابس وشغل تاني. احنا مش محتاجين كل ده، احنا كل اللي احنا محتاجينه كلمة تيمز دي. شايفين كلمة تيمز اللي في الشمال دي؟ ادوس عليها. تمام؟ هصبر شوية. وطبعا جايب لي مسج في اليمين تحت كده بيقول لي ايه؟ لو انا عايز افتح النوتيفيكيشنز في الويب بتاعي، يعني يديني اي تنبيهات. لو عايز تفتحها افتحها، مش عايزين خلاص. عايزين تعملوها تيرن اون؟ ماشي. مش عايزين اعملوها ديسمس. طيب احنا دلوقتي تيمز بيحمل معانا، بنصبر بس شويه لحد ما بيحمل. تمام، يبقى احنا كده فهمنا اللي في الشمال دول عباره عن ايه. انا اللي يهمني التابه بتاع تيمز دي، انا زي ما قلت لكم بياخد شويه بس لحد ما بيحمل الفرقه. اهي ظهرت لي الفرقه كلها المتاحه، في فريق باسم محمد، باسم الشريف، دكتوره مايا مصطفى، دكتوره شيماء، واس تي ميكانيكا. دي الفرقه اللي بتظهر عندنا. انت حضرتك بتلاقي الفرقه بتاعتك وبتجوين عليها. طيب انا عايز مثلا مثال اكونت لسنه اولى، انا هفتح لكم دلوقتي اكونت لطالب سنه اولى وهتشوفوا التيمز الظاهر ازاي عنده. تمام، هنشوف ازاي التيم ظاهر عنده.
انا هعمل ستوب دلوقتي وافتح لك اكونت تاني. طيب بص يا شباب، ده اكونت خاص بطالب في سنة اولى. بص، اول ما فتحت تيمز هنا، اول ما فتحت تيمز ظهر لي بيزنس 1 year، يعني ظهر له بيزنس سنة اولى. مجرد ما بيدخل كده على الفريق بتاعه بتاع سنة اولى، ده هو طالب في سنة اولى، فطبيعي هيلاقي ايه؟ وان سنة اولى. بتاع سنة تانية هيلاقي سنة تانية، تالتة هيلاقي تالتة. فاحنا مجرد ما بتدخل كده ادي التيم بتاع سنة اولى. هتلاقوني حتى بعت لكم، في ناس كتير طبعا ما تابعتش وما دخلتش، بعت لكم حاجات على الشات الخاص بالتيم ده. تمام، هتلاقوني كده لو رجعت في الشات جبته من اوله، في طلبة تفاعلت معايا واتكلمنا الكلام ده كله. طيب ايه اللي انا بعته يا شباب؟ انا قلت لكم صباح الخير، ده الاستمارة الخاصة بالمجموعات. حضراتكم اول ما تفتحوا بقى، اول ما تفتحوا تيمز عندكم هتلاقوا الاستمارة دي. هتلاقوا اول ما تدخلوا على بيزنس 1 يير وعلى جنرال هتلاقوا قدامكم البوستات اهي. هنفتح المجموعات دي، هنفتح الفايل ده، تمام، لان احنا لازم نفتحه علشان نسجل فيه المجموعات بتاعتنا. يعني ايه المجموعات يا شباب؟ لازم كل بحث نسجل فيه خمس طلاب، يعني نعمل مجموعات كل مجموعة بتتكون من 5 طلاب، والمجموعة دي هتكون ثابتة في ال5 مواد. يعني مينفعش ان انا اخلي مجموعة في مادة الماس كذا، ومجموعة في مادة الانترودكشن تو كمبيوتر كذا، ومجموعة في الكمبيوتر مش عارف ايه، ومجموعة تانية في الاكاونتنج. لا، الخمسة اللي هيبقوا في المجموعة في ال5 مواد ثابتين، عشان هنثبت لكم الكلام ده مهم جدا. فحضراتكم اول ما تدخلوا هتفتحوا الاستمارة دي، اول ما تدوسوا عليها. طيب مين المفروض اللي يملى الاستمارة دي؟ حضراتكم تكونوا فرق مع بعض، مجموعات كل مجموعة من 5 طلاب، ما تقلش عن، ما تزيدش عن 5، ممكن 3، ممكن 4، أقصى حاجة 5 طلاب. فكل مجموعة طلبة هيكونوا مع بعض فريق 5 طلاب، هيبقى في واحد فيهم تيم ليدر. أول ما هتفتح الاستمارة كده بيسألك عن الفرقة، هتختار الفرقة بتاعتك مثلا سنة أولى، اسم رئيس الفريق. مين رئيس الفريق يا شباب؟ يبقى واحد في حضراتكم اللي هيدخل بيانات الناس، مش كلنا هندخل على الاستمارة دي، اللي هيدخل عليها رئيس كل فريق بس. هتلاحظوا ان انا كاتب لكم شويه تعليمات فوق، قسم اداره الاعمال انشاء مجموعات الابحاث للعام الدراسي 2019 2020، برجاء ادخال كود الطالب ثم اسم الطالب. يعني كل واحد هيدخل الكود، رئيس المجموعه او رئيس الفريق هيدخل كود كل واحد واسمه. طيب هيدخله ازاي؟ شايفين مثال اهو، الكود بتاع الطالب شرطه الاسم بتاع الطالب، يبقى يجب ان يكتب الاسم بهذا الشكل. يمكن ان تتكون المجموعه من طالب واحد او بحد اقصى 5 طلاب. فانا هيجي اسم رئيس الفريق، هيكتب اسمه، هيكتب الكود الأول مثلا، الكود بتاعه 1456678 شرطة، ونكتب الاسم عربي مثلا أحمد ياسر علي. تمام، فأنا بكتب الكود وبعد كده بكتب الاسم أهو، تاني هو معاكو. أنا مثلا في اسم رئيس الفريق هكتب مثلا الكود بتاعي شرطة أحمد مثلا ياسر علي. يبقى احنا بنكتب الكود شرطة اسم الشخص، اتفقنا؟ ويجي عند اسم عضو الفريق التاني، الشخص التاني اللي معاه، يكتب اسمه برضو الكود شرطة مثلا محمد ممدوح. تمام، اسم عضو الفريق التالت، الكود بتاع الطالب شرطة ياسر علي. اسم عضو الفريق الرابع يكتب الكود شرطة، ويجي كاتب اسمه، يبقى الكود شرطة اسم عضو الفريق الرابع اللي هو الطالب الرقم 4 اللي معاك مثلا، علي محمد. بعد كده اخر عضو في الفريق بتاعك العضو رقم 5 هتكتب الكود بتاعك شرطة خالد محمد مثلا، وفي الاخر بتدوس سبميت. اول ما بتدوس سبميت بتجيلك مسج يقول لك تم استلام الجروب. خدوا بالكوا الفرقة اللي انت كونتها دي هتبقى في ال5 مواد، يعني كل مجموعة هتكون مع بعض جروب، خلاص ده ثابت في ال5 مواد، اتفقنا؟ فأرجو يا شباب إن أنتوا تبقوا فهمتوا الموضوع ده، واتفرجوا على الفيديو كويس، وتابعوا القصة معانا واحدة واحدة اليومين الجايين. طيب لازم نتابع تيمز بشكل دوري، كل يوم نفتحه 3 4 مرات، نكون متواصلين. وتقدروا تيمز ده تنزلوه على الموبايل وبيشتغل معاكم على الموبايل، لو دخلتوا سواء معانا أيفون أو أندرويد أو أب ستور أيا كان، موجود على كل المنصات الخاصة بالإيه، باللابتوب أو الحاجات دي أو بالموبايل. فأرجو يا شباب تبقى وصل لكم الفيديو، واتفقنا اول ما تفتح هتلاقي البوست بتاعتك، هتلاقي الاستمارة هتسجل فيها الجروب بتاعك، رئيس الفريق اللي يدخل يسجل الفرقة بتاعته. مش كل واحد يدخل يسجل الفرقة 3 4 مرات، هو واحد بس.
ياخد اسماء زمايله بالاكواد بتاعته ويكتبها صح، يكتبها صح. في اي مشكله تواصلوا معايا على رقم 0100 اللي انا حطيته لكم قبل كده. اتفقنا؟ بالتوفيق يا شباب، وهبعت لكم بقى التعليمات الخاصه بكل ماده على الجروب ده. يعني حضراتكم بعد كده هتفتحوا الجروب ده هتلاقوا كل ماده التمبلت بتاعها والبحث بتاعها مطلوب فيه وايه الموضوعات المطلوبه. يعني احنا هنبلغكم ده بس نتاكد ان كل الناس دخلت معانا. اتفقنا؟ يعني خلال بكره هنبلغ سنه اولى بكل تفاصيل الابحاث بتاعتها، بس نرجو ان كل الناس تفتح تيمز النهارده وكل واحد معاه مجموعه يفهم زمايله وتقعدوا مع بعض ونتعاون الفتره دي عشان تعدي على خير وكلنا ننجح ومبيبقاش عندنا اي مشكله. اتفقنا؟ واخر تنبيه تاني يا شباب، كل مجموعه تكون بعض من 5 طلاب، حد اقصى 5 طلاب، ويكون في رئيس للفريق للجروب، كل واحد يكون فيه تيم ليدر، تمام؟ وهو اللي ده مسؤول عن ادخال البيانات. اتفقنا؟ كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير ان شاء الله.